السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كويزين أم سلطان. وصفتنا ديال اليوم كوكيز، كوكيز أمريكي اللي كيجي لذيذ بزاف، مقرمش من الجناب ومن الداخل معلك فحال الكيك. أنا متأكدة إلى جربته غادي ينال الإعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك وتبارطاجيو مع الأحباب ديالكم. اللي ما مشتركش في القناة يشارك باش يوصلوا أي جديد. ما نطولش عليكم، نمشيو للمقادير. هنايا خديت علبة ديال الشوكولا، من الأحسن تكون شوكولا نوعية جيدة. هنايا استعملت 75 غرام ديال الكاكاو، يمكن لكم تستعملوا 55 غرام ديال الكاكاو. من بعد كنقطعها على هذا الشكل، على هذا الشكل ليكونوا قطع عشوائية باش كيجيو باينين في الكوكيز لداخل. غادي نحتاج 120 غرام ديال السكر سنيدة، ساشي ديال الفاني، معلقة كبيرة ديال العسل. الدور ديال هاد العسل هو ما كيخلوناش نحتاجو السكر البني ولا السكر الأسمر في هاد الوصفة. غادي نحتاجو 120 غرام ديال الزبدة مذوبة، ومن الأحسن تكون زبدة تكون نوعية جيدة ديال العبار ولا زبدة حيوانية. 120 غرام بعد ما ذوبته وخليته حتى دفى شويه، ومعلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان. غادي نخلطوهم، يمكن لكم تخلطوهم غير بالفوي بيديكم. هنا يكون زربانه واستعملت الباتور. غادي نحاول نخلط مزيان حتى نحس بسنيده تلبسات لي بالزبده وما بقاوش طريفات الرقاق لداخل. يمكن لكم تخلطوا مزيان بيديكم. هنايا زدت بيضه كامله اللي تكون في حراره المطبخ، وغادي نخلطوا مزيان. هنايا من بعد ما ضفت بيضه وخلطتها مزيان، غادي نخليها ترتاح لمده 5 ديال الدقائق. غادي ترتاح وعاد غادي نضربها بالباتور. ضروري ترتاح باش تلقاو، باش تحصلوا على كوكيز اللي كيكون معلك من الداخل وما فيش هذاك الحبيبات ديال سنيده. غادي تخلوها ترتاح 5 دقائق وغادي تضربوها المره الثانيه. هنا غادي تحصلوا بحال كريمه، ولات لكم كريمه داك الزبده مع سنيده. صافي هنايا غادي نتوقف بالتضراب، وغادي ناخذ جوج كيسان ديال الدقيق. الدقيق ولا 200 غرام ديال الدقيق، وقبيصه ديال الملحه، وربع ملعقه ديال بيكربونات، ربع ملعقه ما تكتروش منها. اللي ما عندوش يمكن لي يستعمل من نصف ملعقه ديال خميره الحلوه. هنايا غادي نبقى نخلط مزيان حتى نحس بالدقيق انسجم ليا مع جميع العناصر. هنايا ما كنستعملوش الفوي، كنستعملو سباتول. صافي كنبقى بشويه بشويه حتى ندخل هذاك الدقيق.
صافي هنايا من بعد ما خلطت مزيان غادي نضيف الشوكولا اللي قطعت معكم وغادي نحاول ندخلها بشويه بشويه حتى توزع لي الشوكولا على الخليط كامل، وغادي نحتفظ بها في علبه ونخليها في الثلاجه لمده ساعتين على الاقل. ضروري الثلاجه باش كتشد راسها وديك الزبده كتشد راسها باش ما تسيح ليكمش، ضروري في الثلاجه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما بردات كتكون شويه قاصحه مع الشوكولا قاصح والزبده شدات راسها مزيان. هنا كنعبرهم كندير فيهم تقريبا 50 غرام، ما ديروهمش صغارين باش ما يتقرمشوش لكم كاملين من الداخل وغادي يخسر لكم الكوكيز. احنا بغينا داك الكوكيز اللي يكون من جناب مقرمش ومن الداخل يبقى بحال شكل ديال الكيك ولا شكل ديال اللي بغاوني، ضروري يكونوا غلاضين من 50 حتى 60 غرام، ما ديروهمش صغار باش ما يتقرمشوش لكم. كنشكلوهم غير هكا، غير ماشي كنبقاو نصدعوا راسنا وندورو فيهم بزاف، غير كنحسو بيهم غير كنشكلهم على شكل دائرة صافي. وهنايا كنهبطوهم شوية، وهنايا الفران سخناه يكون سخون مزيان، غادي ندخلهم لمدة 10 ديال الدقائق، ما تكتروش الطياب باش ما يقصحوش ليكم. لمدة 10 ديال الدقائق فيها الكفاية من الفوق ومن التحت على 170 درجة. هنايا من بعد ما طابو وهما سخان كنهبطهم على هاد الشكل باش كيجيونا هذاك الشكل ديالهم بحال لي كوكيز امريكي، وحتى يبردو عاد نقدموهم وما تهزوهمش وهما سخان باش ما يتفرتوش ليكم مع كتكون الزبده باقا سخونه. صافي وهنايا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساوش ما تدخلوش عليا بلي لايك وتبارطاجيو مع الاحباب ديالكم. تلاقاو في فيديو جديد وفي وصفه جديده.